الفيديو ديال اليوم وعدتكم بها شحال هادي وصراحه تعطلت شويه، كنت قلت لكم غادي نديرها لكم، هي كيفاش دير تسري المتتابعين والمتابعين وتسري لي لايكس لي فيو الكومونتيرات ايتترا الكليان ديالك بالنسبه للناس اللي خدموا في الاس ام ام. اللي ما عرفش شنو هي الاس ام ام، هي السوشيال ميديا ماركتين ايجنسي، اولا المهم اس ام ام عاديه سوشيال ميديا مانجمنت اولا سوشيال ميديا مارك. الناس اللي كيبغيو كيديروا داكشي الكوميونيتي مانجمنت، كيديروا داكشي ديال ادس كامبينز ايتترا فيسبوك ولا انستغرام ولا في كاع السوشيال ميديا، هادشي غادي ينفعهم. دونك خليكم معايا وغادي نفسر هادشي كامل. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت ندير لكم تقديم في الاول عاد نسلم عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا الحمد لله وهذاك وكنتشجع ديالكم بزاف. دابا غنطرقوا لهذا الموضوع اللي مهم بزاف، غادي نضرب معكم دابا شويه مورا غندوزو ليكرون غنصور لكم كومون سا سباس. غير هو افون ما نديرو هادشي تيخصني نفسر لكم بزاف د الحويجات حتى بالنسبه للناس اللي مازال ما عارفين هادشي وعاد باغيين تلونسو فيه باسكو فيه ما يدار. غير هو هاد لو سيرفيس اللي غنوريكم سيرفيس من بزاف د الحوايج كيداروا في الاس ام ام، ما خاصكوش ديرو غير هو بوحدو، ممكن تبداو به في الاول تعرفوا كيفاش داير، تعرفوا شنو هو، فهمتيني؟ ماشي مشكل. انا صراحه كنت بديت به، هو اول ديجيتال سيرفيس كنت بديت فيه في اي باي دوكا ديك الساعات الكونت. المهم تمام دوزنا هذوك صراحه، مي المهم تعلم وتكون في اليد ديالك. حتى الا كنتي ديجا كدير مثلا هادشي ديال اس ام ام دخلوا في السيرفيس ديالك ما كاين حتى شي مشكل. هاد السيت هادو قلال صراحه ما تعرفوش، خلي اللي يعرفهم واللي يعرفوا راه ضرب عليه الطم. مي اليوم غادي نقولوا كلشي غادي يعرف هاد البلان وفيه ما يدير، فيه ما يدير الدراري، تيخصكم غير تحرك الفكره ديال هاد لو سيرفيس هذا. منين كتجي الوغ كتلقى مثلا ناس يلاه باديين في الايكوميرس ويقدر يكون عندهم بروداكت زوين بزاف وكاليتي وكلشي. مثلا ناخذ مثال ديال باور بانك، مثلا هاد الباور بانك هادي كتشارجي التليفون تقريبا بعض المرات وفيها بيل ما عرفتش غيشعل شحال هنايا، مي كتلقى ديك لاباج اللي يلاه بادي مسكين ما عندوش لي زابوني. ونتوما ولا انا دائما سبحان الله كما كنبغيو نسالو عند شي حد كنمشيو شي باج ديجا معروفه ديجا فيها لي لايكس ديجا فيها لي كومونتير باش كنتيقو بها. الوغ دوك لي بتي بيزنس اونر كيبغيو يطلعوا شويه الانجيجمنت ويطلعوا شويه سميتو لي زابوني ديالهم باش كيعطيو واحد الثقه لي فيتور كليون ديالهم. دونك حنا هنايا فين كتكون كنتمركزو هنايا تنقول لهم وي فوالا محتاج هادي غادي خصك هادي، راه عندك غير 100 ابوني ما يمكنش عندك غير 50، راه تيخصك تخدم تزيد تطلع مثلا داكشي باش تعطي ثقه للناس باش يشريو من عندك. اي حاجه ممكن ديرها، كاين لي كومونتير كاين لي فيو كاين لي لايكس كاين لي بارطاج كاين لي فيو مثلا في اي جي تي في لي ريال كاين في يوتيوب لي زابوني، يوتيوب تيكونوا غاليين شويه. هادشي كامل غادي تشوفوه نشوفوه معاكم في البانل ديال هاد لو سيت هذا. افون ما نبداو عفاكم لا فيديو، كاين سبونسور بوغ هاد لا فيديو هادي اللي هو اديت اكاديمي، سي ان سونتر دو فورماسيون اللي كيدير لي فورماسيون بزاف ديال لي دومين تريدينغ اي كوميرس دروب شيبينغ ديزاين ديفلوبمون ايتترا. اي حاجه كتقيس الويب تيديروا فيها دي فورماسيون. اي غادي يبداو واحد لا فورماسيون ديال بروشينمون ديال اي كوميرس ديال لو تريدينغ في شهر 4. دونك نخلي لكم لاباج ديالهم تبعوهم اي ريستي برونشي في لاباج لان غادي يحطوا داكشي فريمون يكون واعر بزاف. هادشي اللي كاين دابا ندوزو لافيديو ديالنا. توكلنا على الله، دابا تكون دوزت معايا البيسي غادي نوريكم البلان هنايا في البيسي. دونك الدراري كنبارطاجي معاكم فريمون لي سوكري ديال لو ميتي ديالي، كنطلب منكم تشجيع راكم عارفين باش، لايك كومونتير بارطاج. المهم تكتبوا اوتو اس اف في جوجل غتخرج لكم هادي سميتو الاول ريزولتا غتبركوا عليه هو اوتو اس ام سوشيال ميديا سيرفيس بروفايدر. دونك غادي تبارك عليه غادي يخرج لكم هاد لو سيت اللي تري سامبا مقادينو مزيان فوالا. المهم نتوما خليكم ديروا لهاد الشيء زعما تشوفوا على خاطركم، حنا غادي ندوزو معقول. دونك هنايا انت الا كنتي جيتي غدير ساين اب داكشي عادي، انا ديجا مكونيكتي غندير ساين ان. اوكي غيكون كاين الناس اللي غادي يكونوا عارفين ديجا هاد لو سيت لان ماشي زعما مخبي راه هادشي كاين في النت، مي كاين الناس اللي الاغلبيه ما يكونوش عارفينو دونك استافدوا منو. الوغ هنايا هادي هي البانل ديالك، هنا كيكون عندك الواليت شحال فيها الفلوس، انا بقات لي فيها 12 سنتيم. هنايا عندك الاكونت بوينت يعني انا اكومونديت بزاف تقريبا داكشي اللي كومونديت عطاني به تقريبا دي بوان ماشي 40 دولار. هنا اكونت سبيند داكشي اللي خسرته، انت خسرت ماشي 42 دولار عطاو لي بوان هي ماشي 42 نقطة وعطاوني كتساوي تقريبا 2.42 دولار، هادي غنقدر نحتاجها من بعد. دونك باش غادي تبدا تيخصك دير اد فونز يعني تزيد تدخل الفلوس هنايا كيف ما كنديرو. نفس لكم فيت فينا شنو كاين عندك نيو اوردر، لو بغيتي دير شي اوردر جديد راه حنا فيها ديجا. اختار مثلا انستغرام لايكس ايتترا، دابا نديرو تجربة حقيقية نيشان. عندك ماس اوردر اللي كنتي باغي تطلق بزاف ديال لي زوردر، هادي عمرك خدمت بها انا صراحه. لي سيرفيس دونك صرف لي سيرفيس اللي كاينين، هانت كاين 4-5 لي سوشيال ميديا انستغرام يوتيوب فيسبوك تويتر لينكدين. هنايا الاوردرز ما يمكنليش نبرك عليها لان غادي يبان لكم لي زيدونتيفيون ديال لي كليون ديالي، مي تما كيعطيك كاع لي ستوريك ديال داكشي لي كومونديتي. اوكي
هنايا ادفونس تيكيتس، هنا كانت عندك شي مشكل كدير تيكيتس وكتصيفط لهم ان ميساج لابي ديال لابليكاسيون. المهم هنا الكونترا التيرمز ديال الكونترا وداك التخربيق كامل. المهم اللي كتهمنا اول ايطاب غادي ديروه هي ادفونس، غادي تزيد الفلوس باش تبقى باش تخدم. سميتو انا عندك بزاف ديال لي ميثود هادشي باش زوينه، دونك خلاص العاديه عندك فيزا ماستر كارد ايتترا. هنا الاماونت كدير مثلا شحال بغيتي، دي دولار ولا هذا نقولوا حنا 100 دولار. دونك حنا عاطين لو شو ديال الكريديت كارد، ممكن دير ويب ماني، بيتكوين، سكريل، بيونير، الت كوينز، ويسترن يونيون، المهم كاين كلشي. انا اغلبيه كنخدم سكريل الصراحه اولا بكريديت كارد. اوكي اوكي دونك حنا عندنا فرضوا ديجا عندنا فلوس، ما غنديروش هادشي فيها لي كاشي داك المعلومات الكارت التخربيق وريكم نيشان شنو كاين. الوغ مثلا غادي نشوف انستغرام، غادي نختي التصويره، نختي التصويره ديالي النخت هادي فيها 1993 لايكس، غادي نشد لو ليان ديالها غادي نكوبييه وغادي نرجع لتما. دونك هنايا غنديرو كاتيجوري انستغرام لايكس. اوكي انا غنجي ندير في اللينك ديك التصويره اللي بغيت مثلا، غنديرو المثال بانستغرام. اوكي غنديرو مثلا الكوانتيتي، غنديرو مثلا غير 200، دونك واش نسري هادشي في الكونت ديالي. اوكي انا تيقول لك انا غندير الكونتيتي 100. ابخي في السيرفيس راه عندكم بزاف، انا كدير الكاتيجوري انستغرام لايكس، مي راه عندك بزاف هنايا كتختار على حسب لو بري، او ارخص واحد ب 0.26 دولار. اوكي اغلى واحد دايرين مثلا ب 2.13 دولار. ابخي نتوما تيخصكم تجربوا ضروري في الكونت ديالكم باش تشوفوا شكون اللي غيبقى يخدم لكم. وتبقى تقول لك ليا الا بغيتي مثلا، حيتاش كاين شي لايكس تيبقاو يهبطوا، مثلا غتسري 1000 اليوم بعد 10 ايام كتبقى تلقاها هكا غادي كتهبط، وانت ليا يقدر ما يعجبوش الحال فهمتيني. دونك خاصك تيستي فين هي احسن وحده. هو تيقول لك مثلا هذه نون دروب، هي زعما ما كيدروبيش ما كيطيحش، تيقول لك غيال ودايره ب 2.13 دولار. مي زعما شوف التجربه ديالي هاد التخربيق اللي مكتوب هنايا ما تثقوش به، ما تثقوش به، تيخصكم فريمون تيستيو بيديكم. غتبقى مثلا تشدو 3 4 لي بوست وغتستيو فيها كل وحده وغتشوفوا شكون اللي كطيح شكون اللي ما كتشكون اللي كضروب شكون اللي كتبقى في البلاصه. اوكي كنقول لكم شنو كاين باش ما تحاشوش معنا كاينين ابخي تبقى تحاش معاك ليه، نقول لك حقا انا سرتي 1000 هبطات ليا ما تغليش رجعها ليا فهمتيني. دونك باش ما طيحش المشكل تيستي كلشي. حنا دابا مثلا غير باش نوريكم مثال ديال هادشي غنديروا نسري مثلا 100 في ديك التصويره اللي قلت لكم وغادي نطلع قلنا 1993 ابخي راه ما غاتطلعش سيغ بلاص، مي بون غندير سابميت صافي مشات. دونك ها هي مشات. دونك هنا قلنا 1993 غنبقاو اكتواليزيو حتى غتبان واش طلعت شي حاجه ولا لا. دونك مازال هنا ما طلعتش، حنا غادي نكملو الفيديو حتى نرجعو للاخر ونشوفو واش غادي تطلع ولا لا. اوكي داكشي تيخصو الوقت شويه. اوكي دونك هذا هكا كتخدم لو سيت، سي تري تري سامبل. هاد النقط هادو تيخصني نعرف كيفاش ندير نستعملهم. المهم راه بالبالانس راكم شفتو تنقصات ليا هذاك الشيء اللي كومونديت صافي. ابخي دابا هو الاوردر ديالي. اوكي ها هو شفتو هذا الاخراني تيقول لك تشارج مثلا جوج سنتيم، ستارت كاونت بدا في 1993، كوانتيتي طلبتي 100، فوالا دايرين لي كومبليت كاع. دايرين كومبليت، اتون دونك خصني نمشي نشوف ناكتواليزي لاباج اي فوالا 1993 ولات 2166 شتو. دونك هكا تخدم لو سيت، سي تري تري سامبل، ما حتى شي حاجه معقده. كيف قلت لكم ممكن تشوفوا اي سيرفيس بروبوزي كلشي للكليان ديالك، انستغرام، تيك توك، اللي بغيتي بروبوزي. الوغ شنو اخر عندك هنايا اسيدي؟ مثلا نمشي نشوفوا يوتيوب. ابخي انستغرام عندك انستغرام فيسبوك هادو رخاص، مي يوتيوب راه شاعله كما تيقول واحد صاحبي النار في لاكار. غنمشي كاتيجوري غندير مثلا هنايا بالكم يوتيوب الدراري ها هو يوتيوب سبسكرايبرز. اوكي شوف اثمنة شنو طاح هذا ما كانش هذا كاع زاد زادو كان غير مينيموم 37 دولار شتو هذا عاد زاد هذا بلان. اوكي مي بون بور لي كونت ديالكم الدراري ما كنصحكمش ديروا هادشي باش تخليو لي ستات ديالكم ما يتغيروش فهمتيني. انستا يوتيوب ديالكم خليوه كيف ما يطلع داكشي اورغانيك من الاحسن، ما تسريوش لي زابوني حيت هادو سي دي فيك سبسكرايبرز فهمتيني ماشي بصح.
يعني غيغلطوا لكم الستاتستيك ديالكم. المهم كما شفتوا هما راه غاليين بزاف، 37 دولار هذا راه يلاه تزاد ما كانش. دونك فريمون كلشي كاين، كلشي كاين، انستغرام اوتو لايكس كومنت سيفز كلشي كاين، هايلايت حتى هما. بغيتي حتى تارغيتي مثلا منين يجيو هذا لي لايكس ولا هذا اعراب، كتلقى الرواسه الهنود بزاف، هادشي كاين بزاف فهمتيني، حتى الترافيك بول ويب ويب سايت هو كاين. دونك فوالا وليت انا وريتكم كلشي، كشتو كلشي بعينيكم، داكشي خدام، داكشي هو هذاك. كاين بزاف ديال الناس كيما قلت لكم في هاد البلانات هادو، انا عطيتكم زعما الموثوق فيه اللي كنخدم به شخصيا. يعني كيف ما قلت لكم فريمون بقاو تيستيو دوك لي سيرفيس كاملين. عمرك تبيع شي حاجه لشي كليان انت ما تيستيهاش وما عارفاش، لان من بعد تقدر تتفاجئ تقول له كيفاش ما فهمتش شنو وقع، ما كاينش مع كليان تقول له انا ما فهمتش ولا هذا، خاص تكون فريمون فاهم كلشي وتلقى الحل لكلشي. دونك تيستيو دير مثلا واحد 10 دولار ولا 20 دولار، بقاو تيستيو فيها مثلا في الكونت ديالكم ولا في شي حساب زايد عندكم، تيستيو داكشي كامل اللي غادي تقدروا تخدموا به وتكلوا الله. زعما راه فيها ما يدير. هذيك كنت كندير انا شخصيا، كنهضر مع لي انفلونسوز ولا لي بلوغوز تما في المغرب، كانوا شي حماق كتقول له فوالا انا راه غنشري لك لي زابوني، انا غنزيد لك، انا عندي، ما كتقولش غنسير لك لي زابوني باش خاص تعرف تبيع، كتقول انا جو سوي مثلا ان كوميونيتي ماناجر ونقدر نجيب لك مثلا 10 كا في ظرف سيمانه ولا في نهار. كي غادي ندير، كي غادي دير هذيك خدمتي ما غنقولكش. المهم هكا كنت كان صراحه انا كنخدم بهذو التكنيك، ما خصنيش نقولهم مي بون ماشي مشكل. دونك هكا تخدم، ما تعرفوش، ما تعرفوش انك كاين سيستم لور تي جينيري هادشي ايتترا. ابخي سينو كتقول لهم فوالا انا راه عندي ان سيستم اللي بقى دور راسي تيبقى لي جينيري دي فولوور دي لايكس ايتترا، وداك السيستم تخلص عليه فلوس وتخلص. المهم نتوما خصكم تلقاو لا استراتيجي كيفاش ديروا تبيعوا داك السيرفيس ديالكم. اي بيان شو مثلا كتلقى راك شتو قبيلات مثلا ديك لي لايكس 1000 ابوني بدولار و25 سنتيم، نقولوا دولار، انت غتبيعو مثلا ب 3 دولار، وكل ما طلب كثر كل ما نقصلو. مثلا غيقول لك يطلب لك مثلا 10000، هذا 10000 ابوني هي غادي تجي تقريبا شحال هي نورمالمون غطيح لك انت ب 10 دولار يعني 100 درهم. دونك انت بيعلو 300 درهم ولا بيعلو ب 500، شوف انت لا مارك اللي غتبغي دير. مي كل ما طيحتي لو بري كل ما غتخليه هو يطلب كثر، فهمتوا؟ دونك كاين ميتر، كاين ميتر. هادشي بيان سور حاولوا تاكوبليوه وتبيعوه مع دوطخ سيرفيس بحال الكوميونيتي مانجمنت. تاخذ لهم دي فوتو مثلا، عرفتي تخدم بزاف في البلان ديال لي ريستو ولي سناك بالتجربه تيخدم و تيبغي واتش سيرو عند مالي لي سناك، لي سناك كنقول لكم فاست فود، داكشي لي ماشي سناك مول بوكاديوس فهمتيني، سناك يعني فاست فود تاكوس لعيبات، هادوك السوشي هادكشي تيخدم، تيخدم تيطلبوه بزاف بالتجربه كما قلت لكم، بالتجربه كما قلت لكم داكشي مطلوب. صافي هادشي اللي كاين، متنساوش تعجبكم الفيديو لايكي وكومونتيو وبارطاجيو، نشوفكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله. الا كنتو باغي ندور لكم اكثر على الاس ام ام ما تنساوش خليو لي في الكومونتير، وي ممكن ندوي لكم عليها وفيها بزاف ما يتقال. اي ما تنساوش كاين لا فورماسيون اي كوميرس، نخليكم لافيش هنايا ولا باج ديال ايد اكاديمي اللي كتبروبوزي هاد لا فورماسيون الا كنتو انتريسي بها، راه غتلونس ان شاء الله في لو موا ديال افريل. دونك هادشي اللي كاين، تهلاو فلوسكم.